فندق وفيها بركه. ام ثامر والله انا بقول لك على قصه امي الله يشفيها ويعافيها يا رب العالمين. قبل 3 أسابيع كانت في العنايه، يعني صراحه مره تعبانه. نعم انا ادري عن ذا الشيء. ودخلت العنايه وكذا وتاثرنا كلنا والله، حتى ملاحظين المشاهدين كذا علي اني. فسبحان الله اللي كلنا ما شاء الله عيالها كل واحد تصدق تصدق تصدق، مع انه قالوا عندها غسيل كلى، مع انه قال عندها عضلات القلب ضعيفه جدا، بغى يسوي لها قلب ذا، بس ما شاء الله تصدقنا كل واحد تصدق باللي عنده كثير قليل، المهم طلعنا وما شاء الله تبارك الله امي هالحين في البيت وبصحتها وعافيتها الحمد لله والشكر. فالصدق صدق يعني صدق تدفع البلاء والحمد لله على كل حال. ام فواز طبعا الصدقه من اعظم انواع ابواب البر وحث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، وفعلا شيء ملموس نشوفه في واقعنا حتى في مشاكل البيت، يعني ضلال احد الابناء.